شيريهان تكشف مفاجآت لأول مرة عن ابنتها تاليا، قصة غريبة عن ولادتها. كانت آخر مرة تتصدر فيها الترند بعد إعلانها الأخير لشركة فودافون، وبعد شهور عادت الفنانة شيريهان بقوة حيث تحدثت عن قصة طفلتها الصغرى التي كانت مليئة بالصعوبات والمخاطر أثناء فترة حملها بها. البداية كانت مع منشور نشرته عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، وجهت من خلاله رسالة إلى طفلتها الصغرى قالت فيها: كنت حلم أمنية تمنتها علي شقيقتك لؤلؤة وهي في سن 8 وحتى 10 سنوات. وأضافت الفنانة شيريهان في رسالتها: قالت لي أريد أختا تلعب معي وألعب معها، قلت لها أتمنى وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل. وتابعت شيريهان: في ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضة الحج، وأنا في خيمتي طلبت من ربي وقرأت سورة مريم، وقلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم، فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيلا، وكنت دعوتي المستجابة. وتابعت الفنانة: أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن، واستحالة الحمل يجعل المرض نشطا وأشرس في انتشاره ومستحيل. كما أوضحت أنهم تركوا لها الخيار بين أمرين: تربية ومراعاة لؤلؤة أو إهداؤها أخا أو أختا. واختتمت الفنانة رسالتها لطفلتها: كل عام وأنت الخير والرحمة والشفاء والسلام والمستقبل والأمل في الغد يا ملاك الصغير، وأمنية شقيقتك ودعوتي المستجابة تالية القرآن الكريم. وبعد أكثر من 30 عاما من الغياب عن الساحة الفنية، عادت الفنانة الكبيرة شيريهان إلى الفن من جديد عبر مسرحية كوكو شانيل على منصة شاهد في آي بي من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري. وفي شهر رمضان الماضي شاركت الفنانة شيريهان في إعلان دعائي استعراضي روى قصة حياتها بأحداث درامية مثيرة جسدتها من خلال رقصاتها المميزة وأغنية تمت كتابتها خصيصا لها. وخلال الإعلان ظهرت الفنانة شيريهان بإطلالة أنيقة مستوحاة من فترة الثمانينات والتسعينيات، وتلك الفترة التي كانت تجسد فيها الفوازير الشهيرة. ومن أبرز الأسرار عن هذا الإعلان اختيار شيريهان فستانا من حقبة الأربعينيات من تصميم الدار الفرنسية الشهيرة ديور، تحديدا يعود لربيع صيف 1949.